السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أبنائي وبناتي طلابي وطالباتي معشر المتدبرين والمتدبرات لكتاب الله عز وجل. نكمل ما بدأنا من تلاوة سورة الحج، وبداية تناول آداب التلاوة وما هي الأسباب المعينة على الخشوع عند قراءة كتاب الله عز وجل. أهداف درسنا اليوم أن تعدد آداب تلاوة القرآن الكريم، أن تقرأ الآيات قراءة صحيحة، أن تتعرف على الأسباب المعينة على الخشوع عند تلاوة القرآن، أن تفرق بين الرسم العثماني والإملائي في المصحف الشريف، أن تطبق الأحكام التجويدية عند تلاوة الآيات. إذن بما أن تلاوتنا لهذه الآيات عبادة، هذه العبادة لها آداب، آداب قبل ما نبدأ وآداب بداية القراءة وآداب أثناء القراءة. قبل ما نبدأ في قراءة كتاب الله بما أنها عبادة، نسأل الله عز وجل أحسنتم الإخلاص، إخلاص النية لله عز وجل. تذكروا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. أن يكون على طهارة، أن يكون على طهارة قدر استطاعته، فهو يؤدي عبادة والملائكة تحفه، يستقبل القبلة في قدر استطاعته. هذه استعدادات. ثم بدأ في القراءة، شرع في القراءة، يبدأ بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم عند بداية التلاوة، ثم أحسنتم البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم. وتذكروا كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر، فمن بالك بتلاوة كتاب الله عز وجل. أن يحسن صوته بالقرآن، يرتل بتمهل دون إسراع، ويقرأ القرآن بتدبر وخشوع. ونتناول اليوم بإذن الله الأسباب المعينة على الخشوع عند قراءة القرآن. إذا مر بآية فيها سجدة، إذا كان قلبه حاضر، إذا قرأ القرآن بقلبه فهو سيستشعر كل آية. إذا مر بآية فيها سجدة يسجد سجود التلاوة. إذا مر بآيات فيها وعد وثواب من الله عز وجل ونعيم يسأل الله من فضله، وإذا مر بآية فيها وعيد يسأل الله عز وجل السلامة من هذا الوعيد. إذن ما هي الأسباب المعينة على الخشوع عند تلاوة القرآن والاستماع إليه؟ سنستمع للآيات اليوم. حتى نستمع لها بقلب حاضر لابد أن نتعلم على بعض المعينات، وهي التلاوة والاستماع بتدبر وحضور قلب. تخلص يا ابني وتخلص يا ابني من جميع المشتتات، الأجهزة، الصوارف، الحديث، الصوت، ابتعدوا عنه وتذكروا أنكم في عبادة. الاستماع لقارئ حسن الصوت يرتل القرآن، وبإذن الله نستمع إلى قراءة مجودة اليوم بإذن الله. المداومة على قراءة القرآن، كل ما اعتاد الإنسان على قراءة كتاب الله اعتاد لسانه واستقام. تدبر معاني القرآن الكريم والعمل بها، تدبر معاني القرآن الكريم وتأملها، وإذا مر بآية فيها أمر من الله عز وجل كن ممن قال سمعنا وأطعنا مباشرة. إذا قرأت يا أيها الذين آمنوا أو سمعت يا أيها الذين آمنوا أرخي لها سمعك. إذن نستمع إلى الآيات سويا بقلب حاضر، وأنتم تستمعون ضعوا دائرة على كل كلمة قد يقع فيها بعض الأخطاء، وضعوا خطا على الأحكام التجويدية التي تمرون عليها. نبدأ نستمع للآيات سويا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حنفاء لله غير مشركين به،
ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله تقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم
وأسكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط
مستقيم ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم إذن نقف الآن على بعض الأحكام التجويدية وبعض الكلمات التي قد يقع فيها بعض الخطأ سنضع خطا تحت الحكم التجويدي ودائرة على الكلمة التي قد يقع فيها بعض الخطأ في قوله تعالى حنفاء ما نوع المد؟ مد أحسنتم واجب متصل أيضا السماء مد واجب متصل إلى أجل محلها إلى كلها مد جائز منفصل ولكل أمة جعلنا هنا إخفاء حقيقي منسكا ليذكروا إدغام من بهيمة الأنعام إقلاب أحسنتم فإلهكم إله هنا من أحكام الميم الساكنة إظهار شفوي إله واحد إدغام بغنة واحد فله إخفاء أحسنتم ما أصابهم مد جائز منفصل الميم الساكنة بعدها حرف الواو ممتاز أحسنتم أيضا هنا في قوله تعالى بعضهم ببعض بعضهم ببعض إخفاء شفوي أحسنتم الميم بعدها حرف الباء من ينصره إدغام بغنة أحسنتم أيضا في قوله تعالى إن مكناهم إدغام بغنة مكناهم في الأرض أحسنتم إظهار شفوي آتوا نوع المد هنا مد بدل أحسنتم نقف على بعض الأخطاء في قوله تعالى فتخطفه ننتبه إلى الحركات هنا فتخطفه فتح الطاء وضم الفاء واضح؟ أيضا هنا ننتبه إلى الألف القصيرة شعائر الله هنا مد إذا مدينا هنا يعتبر عندنا هنا مد واجب متصل أحسنتم أيضا في قوله تعالى منافع المد هنا وأيضا ننتبه إلى محلها الحركات هنا في محلها وليست محل بكسر الحاء وليس فتحها أيضا منسكا بفتح السين لا كسرها واضح أيضا هنا أسلموا وبشر المخبتين ننتبه قد
يخطئ البعض في قراءتها. أيضا هنا البدنة بضم الباء وليس فتحها، جعلناها أيضا ننتبه إلى الألف الخنجرية هنا أيضا شعائر. أيضا في قوله تعالى صواف، ننتبه إلى قراءتها قراءة صحيحة، فاذكروا اسم الله عليها صواف، واضح؟ أيضا هنا في قوله تعالى ما هداكم، ننتبه إلى الألف الخنجرية أيضا يدافع، لاحظوا بين حرف الدال والفاء إذا فهي حرف المد. أيضا يقاتلون، ننتبه إلى مسألتين المد وفتح التاء لا كسرها، أخرجوا من ديارهم أيضا كسر الراء، واضح؟ صوامع وبيع وصلوات، ننتبه إلى قراءة هذه الآية، ومساجد يذكر فيها اسم الله، أيضا هنا إن مكناهم، ننتبه إلى المد هنا، واضح؟ أيضا في قوله تعالى ولله عاقبة الأمور، هنا لاحظوا المد بين حرف الراء والهاء، إبراهيم وقوم إبراهيم وقوم لوط. هنا أيضا نقف على بعض الأحكام في قوله تعالى وهي ظالمة فهي إخفاء، أحسنتم. أيضا في قوله تعالى بها أو آذان، بها أو مد جائز منفصل، آذان بدل، إنما أنا أيضا جائز منفصل، أحسنتم. في قوله تعالى وما أرسلنا أيضا جائز منفصل. في قوله تعالى لفي شقاق بعيد إقلاب، أحسنتم. في قوله تعالى أيضا في جنات النعيم، النعيم إذا وصلناها فهي مد طبيعي، لكن إذا وقفنا فهو مد عارض للسكون، أحسنتم. رزقا حسنا إظهار حلقي أو إظهار حقيقي. في بعض الكلمات التي ينبغي أن ننتبه عند قراءتها، أهلكناها، ننتبه إلى المد هنا، وبئر معطلة وقصر مشيد، واضح؟ أيضا هنا في قوله تعالى فإنها لا تعمى الأبصار، واضح؟ أحسنتم. أيضا في قوله تعالى أمليت، ننتبه عند قراءتها، ننتبه إلى المدن هنا، وعملوا الصالحات. أيضا في قوله تعالى في آياتنا، المد هنا أيضا، معاجزين وليست معجزين، معاجزين، ننتبه عند قراءتها. أيضا هنا في أمنيته، أحسنتم. أيضا ننتبه عند قراءة القرآن هنا فتخبت له قلوبهم، أحسنتم. أيضا في قوله تعالى في مرية من، بكسر الميم وسكون الراء، أحسنتم. أيضا في قوله تعالى هنا قتلوا بضم القاف وليست قتلوا، قتلوا أو ماتوا، لا يرزقنهم بالتشديد على النون، لا يدخلنهم مدخلا يرضون، أحسنتم. أيضا هنا الرازقين، ننتبه إلى الألف الخنجرية. إلى هنا انتهت آياتنا لهذا اليوم، أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قرأنا، وأن يجعلنا ممن أقام حروفه وحفظ
حدوده. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.